مسلسل اسمه سحابة صيف، تحكي لنا شوي عن دورك؟ هلا دوري شوي له علاقة بموضوع اليوم، يعني اللي عم تحكوا عنه اللي هو الغيرة، بس مطروح بشكل جديد وبشكل أنا بلاقيه كتير حضاري، يعني الشكل الحلو للغيرة. هي زوجة عاشت سنين هي وزوجها، عندها أولاد منه، زوجها بيكون دكتور بالجامعة وهو في فرق منيح بالعمر بينه وبينه، فبتعرف بمجموعة دلائل بتحس إنه هو عم بيخونها، عنده علاقة مع امرأة تانية طالبة عنده بالجامعة. هلا اللي بيصير إنه أكيد تنجرح مثل أي امرأة، لأنه هي بتحب زوجها بتحب تحافظ عليه، فهي بتنجرح بتحس بالغيرة، بس بتعبر عن هاي الغيرة بشكل كتير إيجابي، بتحاول إنه هي ما تخرب بيتها، بتحاول إنه هي ما تعمل أي رد فعل كتير عدائي أو إنه هي تواجهه، فبتفكر بأشياء تكون إيجابية أكتر، بتحاول تعرف شو المشكلة، بشو كانت هي مقصرة معه، بتحاول تفتح حوار هي وياه، فبتعطيه فرصة ورا تانية، وبعدين لحد ما تحس انه هو طلع ما بيستاهل هاي طريقة التعامل، ما بيستاهل هاي الفرص اللي اعطته اياها، فبتحس انه خلاص لازم، يعني لازم تحط حد لهي العلاقة، او بصير تغييرات يعني. فانا اللي حبيته عم بقول ديما، حبيته كيف مكتوب النص، كيف هاي المرأة معالجته. تماما كيف تعاملت مع مفهوم الغيرة، كيف حولتها لشيء ايجابي، ما خربت بيتها، ما فورا طلعت المشاعر هي اللي عندها بشكل سلبي، بالعكس حاولت تستوعب، بعدين وقت ما قدرت عبرت بطريقة تانية يعني. طيب انا بدي اسالك سؤال. هلا انا بعرفك كثير منيح وبعرفك يعني خارج نطاق العمل والهيك، بس انا في عندي استفهام، انت امتى بتغاري؟ وبتغاري بتغاري وبتمثلي انه ما بتغاري لما لا انت ما بتغاري ابدا؟ لأقول لك لؤي، أنا بحس إنه الغيرة مثل مجموعة من المشاعر، هي موجودة عند كل الناس، ما في حدا ما بيكره وما في حدا ما بيغار وما في حدا ما بيزعل وإلى آخره، هي موجودة، بصفي أنت واجبك كيف تقدر أنت إنك تسيطر على هيدي المشاعر، كيف إنك أنت تحولها لمشاعر إيجابية مو سلبية. الغيرة ممكن تكون كتير مدمرة، ممكن تكون كتير سلبية، بنفس الوقت أنت ممكن تتعامل معها وتحولها لمشاعر إيجابية. أكيد أنا بغار مثلي مثل أي بنت مثل أي إنسان يعني، بس بعمري ما خليت غيرتي تأذيني، خاف على حالي أكثر ما خاف على حدا تاني، لأنه هي بتاخذ منك، هي بتاخذ من طاقتك، يعني هي بتدمرك وقت أنت بتصير حدا بغار، إن كان على الشريك أو بالعمل أو من صبية أو إلى آخره، فهذا الشيء بصير بيأذينا نحن، يعني بصير بيعيق تفكيرنا، ما بيخلينا نحن نتطور، بيخلينا نحن نفكر طول الوقت بالآخر، لا أنا بفضل أفكر بحالي، أحسن من إني أفكر بالتاني. بغار بشكل إيجابي وقت بحس إنه في حدا قدر يعمل شيء أنا ما قدرت أعمله، وقت بحس انه في صبيه مثلا لحقت مشروعها اكثر من ما انا لحقته، وقت بحس انه في حدا ناجح بالحياه عنده مشروع مهم، قطعا بغار، بس انا بغار باعجاب، يعني انا بغار ممكن روح، فرضنا انا بغار من ديما، فانا ممكن روح واقول لها ديما انا معجبه فيكي، معجبه بمشروعك وانا بغار منك، وبحاول الغيره تخليني اشوف شو الاشياء اللي هي عملتها وانا ما قدرت اعملها، كيف بقدر اعمل مثلها او احسن او الى اخره. واذا حكينا بالغيره على الشريك، فكمان ما بغار هي الغيرة المزعجة، لأنه بحس أن لؤي لها علاقة بثقة الواحد بنفسه، صح. كل ما كنت أنت واثق من نفسك، كل ما كنت أنت متوازن متصالح مع حالك، فأنت ما رح تغار، أنت بتعرف أنه أنت منيح عم تعمل أشياء منيحة، فما في داعي أنا أضل أطلع على غيري، إن كان بنت ممكن زوجي يطلع عليها، فهذا الشيء ممكن مرات أنا حوله لتسلاية، بيصير حديث بيني وبينه بيصير، وبعدين المفروض المرأة تستوعب هذا الرجل، الرجل بده يعمل يعني بده يطلع بده يساوي بده يعمل، فخليه يعني خليها شكل مساحة من الحرية تماما، يعني خليها شيء من أشياء اللي بالحياة اللي ممكن تسلينا أكثر من أنه أنت آخر مرة غرتي؟ أنت آخر مرة غرت؟ فنيا او مع الشريك؟ ما بتذكر، يعني ما بتذكر حادثه بعينها، بس مثل ما عم بقول لك اذا صارت من شخص بدومين عملي فانا بحولها لاعجاب، بحولها لاني انا شوف ما بتعصبي، ما بتنكرزك شوي بتقولي لقلك ايمتى بغار، لقلك ايمتى ممكن تنكرز مثل ما انت عم تقول، وقت في حدا بيتجاهلني، يعني بيقصد انه يسألي، يعني وقت انا بكون موجوده بمكان وفي بنت، فرضنا بما يخص الشريك، يعني في بنت عم تتجاهل وجودي، عم تقلل من احترامي، بتتمادى تماما، فهذا ما بيعود له علاقه بالغيره، هذا بيعود له علاقه بانه في حدا عم بيتعدى على الانا على تبعي، وهذا الشيء انا ما بقبله، وهذا ممكن انا رد عليه بطريقه اوكي ممكن تكون راقيه والى اخره، بس برد عليه ما بطلع بمنظر الغبيه يعني. طيب خلينا نحكي الشق الثاني من السؤال. فارس بغار عليكي؟ بيغار بالحد المقبول، أبدا مو بالحد المزعج، بيغار لأنه لقلك ليلو أي أنا بطبيعتي
شوي عفوية بالتعامل مع العالم، ما كتير بحسبها. فهو اللي هذا الإطار اللي بيغار فيه، فبيقول لك انت انتبهي، انت مرات بتثقي بعالم ما بيستحقوا الثقة، بتتصرفي مع ناس بعفوية، هنا يمكن يفهموا هالعفوية تمام. بشكل غلط، بس غير هيك لا، ما 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 عنده لا انا ولا هو، ما عندنا هي امراض الغيرة اللي علاقة بالملاحقة او الأسئلة او انه مين دق لك مين دق لك، ويفتش موبايله ويفتش موبايلي، واذا شفته حكى مع بنت انه ليش، لا ابدا على الاطلاق. بالعكس انا بتفهم طبيعة عمله واجباري هو بده يتعامل مع صبايا، في منهم كتير حلوين وفي منهم كتير زراف، شخصيات ظريفة، طبيعي لازم يكون صداقة معهم، هو بتفهم طبيعة عملي اللي فيها كمان اختلاط بجنس الآخر، وفي منهم أصدقائي، فما في أي شيء مزعج لا منه ولا مني يعني، بتمنى so far. كنت هلا أنت صار لك فترة بالوسط الفني، بتعرفي بهذا الوسط بصير في كتير غيرة بيغاروا منك أو أنت بتغاري منهم أو ما بعرف شو هي، كيف بتتعاملي مع الغيرة بالوسط الفني؟ بما يخصني أنا اللي كتير بيحميني إنه أنا هلأ صار لي شيء 3 أو 4 سنين بيشتغل بهذا الوسط، بس لحد هلأ أنا ما بتعامل مع حالي كممثلة، يعني أنا بعتبر حالي أنا زائرة ضيفة على هذا المجال، وبعتبر حالي عم بشتغله من منطق الهواية، فهذا الشيء بيخليني مرتاحة ريلاكس كل الوقت، وقت بيجيني شغل بكون مبسوطة إذا كان الشغل ظريف، وقت ما بيجيني شغل بعمري ما بتطلع وبقول ليش سين إجاها وأنا ما إجاني، ليش هي إجاها بطولة وأنا ما إجاني، ليش هذا المخرج طلب هالبنت وما طلبني، لا يعنيني على الإطلاق. ممكن مرات بحس بيني وبين حالي إنه هالبنت ما بتستحق، بس بضل بيني وبين حالي، وبعمري ما بترجمه لشكل من أشكال التعامل اللي مو حلو. بس عم قلك هذا تعاملي مع مهنة التمثيل بشكل له علاقة بالمحبة وبالهواية كتير بيحميني من إني أنا أوقع بمطب ممكن كتير ممثلات يقعوا فيه، اللي هو بغار وليش هي عملت. وبحاول دايما علاقاتي مع البنات إذا كنت عم بشتغل معهم أو إذا كنت بلتقيت فيهم بخارج نطاق العمل يكون لها علاقة بالمحبة والمودة، ما لها علاقة بالمنافسة أو بالجكر أو بهذا كيد النسوان. يعني إذا كان حدا هن بيغاروا منك كيف تعاملي معهم؟ تجاهليهم ولا كيف؟ مبدئيا بنبسط، يعني وقت حدا بيغار مني معناته أنا عملت شيء، ما بعرف إلى أي حد، بس وقت بحس إنه في بنت عم تتعامل معي بهيك بجكر أو بغيرة، فبيني وبين حالي بقول إنه أي معناته أنا عملت شيء خليها تغار، بس بعمري ما بلعب عليه، يعني بعمري ما بقول فرضنا أنت غرتي مني، بعمري ما بحاول جاكرك أو دايقك، لأنه أنا سوري بس أنا بحس اللي بيغار عنده شوية ضعف، ما بحب إني ألعب على قصة الضعف عند الطرف الثاني أو إني أنا أعززها، بالعكس أنا بحاول إني، وما عم بحكي هيك لأن أنا مثالية، لأنه أنا ما بغار ولأني بستوعب إنه اللي بيغار بيكون عنده ضعف، بحاول أعزز لك ثقتك بنفسك. مرات بتصير مو بس بالشغل، هلا بتصير بين الرفقات، يعني أنت بتحسي إنه رفيقتك اللي أنت عايشة معها عمر طويل بتغار منك، ومرات بيكون مو بإيدها، مرات بيكون هيك طبيعتها.